برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الإخبارية المستمرة معكم على شاشة أكسترا نيوز، نتابع فيها أهم وآخر المستجدات. استعرض رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تقريرا قدمه رئيس هيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة. أكد مدبولي حرص الحكومة على نجاح التجربة المصرية في مجال صناديق الاستثمار في الذهب، وذلك من خلال توفير الإطار التشريعي والقانوني المنظم لتلك الصناديق بما يوفر فرصا استثمارية غير تقليدية للمواطنين تمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم، الأمر الذي يسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بكل شفافية وسهولة من خلال تلك الصناديق وتحت إشراف ورقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بما يضمن حماية حقوق المواطنين. تشهد مصر نهضة تنموية خلال السنوات القليلة الماضية، تعتمد هذه النهضة على العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تغطي مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية. سنتابع المزيد في هذا العرض والزميل عمرو شهاب. أهلا بكم. مشروعات عملاقة نفذتها الدولة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2024 ضمن خطط مستمرة من أجل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن على المستويات كافة. مدن الجيل الرابع الذكية تبرز من بين أهم المشروعات التي قامت بها الدولة، والتي شملت تنفيذ 38 مدينة وتجمعا عمرانيا جديدا لتستوعب نحو 30 مليون نسمة، ويأتي على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والتي تقع على مساحة 184 ألف فدان وتضم حيا حكوميا ومدينة رياضية ومدينة دولية للألعاب الأولمبية ومدينة للفنون وغيرها الكثير. الاهتمام بصحة المواطن مثل دوما أولوية كبرى للدولة المصرية، حيث تضمنت جهود الدولة في مجال الصحة العديد والعديد من المبادرات، فضلا عن إنشاء 35 مستشفى جديدا بتكلفة تصل إلى 9,750,000,000 جنيه، وتجهيزات طبية بحوالي 9 مليارات جنيه، وتنفيذ مشروعات مشتقات البلازما بتكلفة بلغت 314 مليون جنيه، كما يجري تنفيذ 190 مشروعا قوميا بتكلفة تصل إلى 90 مليار جنيه. ومن أجل أن يكون للتنمية ركيزة دائمة لاستمرارها، جاء المشروع القومي للطرق والذي تضمن إنشاء 4,000 كيلومتر طرق جديدة، فضلا عن رفع كفاءة 6,000 كيلومتر أخرى بتكلفة بلغت 200 مليار جنيه، وإنشاء عدد من المحاور من بينها محاور كلبشة بأسوان وقوز بقنا وصملوط بالمنيا وعدل منصور ببني سويف وطريق شبرا بنها الحر وغيرها الكثير. ويأتي التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية، فضلا عن إنشاء الخطين الثالث والرابع لمترو الأنفاق ومشروع القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل والقطار الكهربائي السريع. يأتي كل ذلك ضمن الجهود الكبرى للدولة لمواكبة التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية وتقديم خدمات متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
واستكمالا للاهتمام الكبير بمشروعات البنية التحتية، نفذت الدولة عددا من المشروعات في مجال الموانئ، تضمنت إنشاء عدد من المحطات متعددة الأغراض مثل محطة تحيا مصر بالإسكندرية وسفاجة بالبحر الأحمر ومحطة حاويات تحيا مصر بدمياط، فضلا عن تطوير ميناء السلوم البري وإنشاء ميناء أكتوبر الجاف بتكلفة بلغت 176 مليون دولار. هذا بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 20 مطارا مدنيا بتكلفة وصلت إلى 50 مليار جنيه. ولأن الاستثمار جزء لا يتجزأ من تحقيق مفهوم التنمية الشاملة، قامت الدولة بالتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والتي تضمنت منطقة استثمارية ببنها بتكلفة بلغت 1,125,000,000 جنيه، وأخرى بميت غمر تقع على مساحة 17 فدانا، وأخرى بالصف بلغت تكلفة إنشائها 1,480,000,000 جنيه، بجانب إنشاء 6 مراكز خدمات للمستثمرين وتطوير المناطق الحرة العامة بعدد من المحافظات. وللصناعة دور لا يمكن إغفاله في خطط التنمية، إذ قامت الدولة بتنفيذ 17 مجمعا صناعيا بمختلف المحافظات، وفروا ما يقرب من 48 ألف فرصة عمل مباشرة. وفي مجال الكهرباء، يعد مشروع محطة بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية المشروع الأضخم في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة، فضلا عن مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية في الضبعة. ويمثل المشروع القومي للصوامع خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث تم إنشاء وتطوير 52 صومعة بلغت السعة التخزينية الإجمالية لها 3,500,000 طن في 2023 بتكلفة بلغت 5,100,000,000 جنيه. كما يجري إنشاء 18 منطقة لوجستية في 14 محافظة توفر حوالي 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة باستثمارات مع القطاع الخاص تقارب 40 مليار جنيه. ولم يكن قطاع الزراعة ببعيد عن الإنجازات المتحققة خلال السنوات الماضية، إذ يجري تنفيذ مشروع الريف المصري الجديد لزراعة 1,500,000 فدان بعدد من المحافظات، كما يجري تنفيذ الخط الناقل بمشروع معالجة مصرف بحر البقر لزراعة 270 ألف فدان، بجانب استكمال مشروع تشكى لزراعة 560 ألف فدان، كل ذلك إلى جانب مشروعات الاستزراع السمكي. المشروعات المنفذة في قطاع البترول تضمنت تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط وتنمية حقل غاز نورس بمنطقة دلتا النيل، بجانب إنشاء عدد من المجمعات مثل مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت ومجمع إنتاج البنزين وتطوير مصنع موبكو لإنتاج الأسمدة. وجاءت مشروعات قطاع الآثار من ترميم وحفظ وصيانة للآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية وبناء وتطوير المتاحف للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر. ولعل أبرز تلك المشروعات المتحف المصري الكبير والتي تجاوزت تكلفة إنشائه 1,300,000,000 دولار، فضلا عن تطوير المتحف اليوناني الروماني وإعادة إحياء مسار طريق الكباش وافتتاح قصر البارون بعد تطويره. مشاهدينا الكرام، غيض من فيض، هكذا يمكن وصف كل تلك الجهود والمشروعات التي نفذتها الدولة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2024 على مستوى المجالات كافة. نشكر لحضراتكم حسن المتابعة. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع ساق الأضحية للعام الثاني على التوالي بعدما نجحت في الموسم الماضي على توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة طبقا لقواعد البيانات التي يتم مراجعتها بشكل مستمر من قبل المكاتب الميدانية للمؤسسة بمختلف محافظات الجمهورية. تضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة وإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم
جودة عالية. أعلنت مؤسسة حياة كريمة أن سعر صق الأضحية يصل إلى 9600 جنيه مع إمكانية التقسيط على 10 أشهر. يعد سعر الصق هو الأرخص في مصر، بالإضافة إلى أن اللحوم تعد الأعلى في الجودة. كما أعلنت مؤسسة حياة كريمة أن سعر سهم الصدقات يصل إلى 500 جنيه وهو يكفي لأسرة واحدة، وذلك للوصول إلى عدد أكبر من الأسر الأكثر احتياجا في مختلف مراكز وقرى الجمهورية. تعتزم الدولة تنفيذ مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 مع مراعاة الفجوات التنموية على مستوى جميع المحافظات من أجل توزيع الاستثمارات في الخطة بصورة عادلة. سنتابع المزيد في هذا العرض والزميل عمرو شهاب. أهلا بكم. في ظل ظروف استثنائية تأثرت بها كل دول العالم بمجموعة من الأزمات المتتالية، أصبح الوضع أكثر تعقيداً بدءا من أزمة كوفيد-19 ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الأوضاع الحالية في غزة، إلا أن الدولة المصرية ما زالت تحقق معدل نمو إيجابي، كما تحقق أغلب قطاعات الاقتصاد القومي معدلات نمو موجبة. ومع استمرار جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، تعتزم الدولة تنفيذ مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 مع مراعاة الفجوات التنموية على مستوى جميع المحافظات من أجل توزيع الاستثمارات في الخطة بصورة عادلة، بما يحقق التوازن بين عجز الموازنة ودفع عجلة النمو الاقتصادي. خطة العام المالي الجديد تستهدف إدخال 58 مستشفى إلى الخدمة، منهم 8 مستشفيات تأمين صحي شامل، فضلا عن ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية بهدف تحسين جودة الحياة وجذب استثمارات القطاع الخاص. وحول قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، من المستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع إلى 116 مليار جنيه، بزيادة قدرها 25% عن العام الماضي، بجانب جعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات وتحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%. وحول الإصلاحات الهيكلية، تستهدف الخطة زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 25% إلى 35% بنهاية العام 2025-2026، بعد أن نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالفعل في تحقيق نمو بلغ 16% خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما حقق قطاع الزراعة معدلا بلغ 4%. في الوقت نفسه، تتميز مصر بتنوع مصادر تحقيق معدل النمو المرجو من خلال الإنفاق الاستثماري وصافي الصادرات والإنفاق الاستهلاكي، والذي يعد المكون الرئيسي لمصادر النمو بالعام القادم. كما تستهدف الخطة زيادة نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 38% هذا العام، على أن تصل إلى 50% بالعام القادم. ونظرا لما تنعم به مصر من أنها دولة شابة، حيث إن 70% من سكانها تحت سن 40 عاما، فقد تم التركيز في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية على عدد من المحاور، ومنها محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل. مشاهدينا، كان هذا عرضا حول أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. مشاهدينا، إلى فاصل، نعود من بعد لاستكمال هذه التغطية.
جدوى تثقيفية جديدة لحزب حماة الوطن نظمتها أمانة محافظة الغربية، وذلك من منطلق أهمية التثقيف المعرفي وللتوعية بمجهودات الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية عبر التاريخ. اعتماد صانع القرار السياسي المصري بالقضية الفلسطينية منذ 48 وحتى اليوم له العديد من المظاهر التي سيوضحها السرد التاريخي للدبلوماسية المصرية والآليات السياسية وأيضا العسكرية. لو الفلسطينيين سابوا أرضهم وجودوا سيناء القضية الفلسطينية انتهت إلى الأبد. وهنا أنا بحيي صمود الشعب الفلسطيني البطل. كلنا بندرس التاريخ المصري ونعرف ان موقعك ما جيته، لكن لازم نأكد هنا ان دي مدينة فلسطينية طلع الجيش المصري فيها يدافع عن ما نسميه الآن الأمن القومي العربي. الكلام ده قبل مصر ما تبقى عربية وقبل كمان فلسطين ما تبقى عربية. وجاءت الندوة بحضور قيادات وكوادر الحزب، كما تم استعراض مساهمات حزب حماة الوطن منذ 7 أكتوبر لمساعدة الأشقاء في فلسطين. جديد برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام. نما قطاع صناعة الرقائق وأشباه الموصلات بشكل كبير خلال السنوات الماضية مع توسعه في أنحاء مختلفة من العالم في ظل تنافس الدول الصناعية الكبرى لدعم تصنيع الرقائق محليا. سنتابع المزيد في هذا التقرير. رغم ريادة الشركات الأمريكية في العديد من مجالات تصميم الرقائق الإلكترونية، إلا أن دولا أسيوية مثل تايوان وكوريا الجنوبية والبر الرئيسي للصين تتفوق عليها في مراحل الإنتاج والتجميع، ما يجعل المنافسة محتدمة بشكل كبير. صحيفة وول ستريت جورنال توقعت من جانبها أن يتضاعف حجم صناعة الرقائق وأشبه الموصلات بحلول نهاية العقد الحالي إلى $1 تريليون، مع استمرار الدول الصناعية الكبرى في دعم تصنيع الرقائق محليا، ما يزيد التنافس ويعزز من نمو القطاع بصورة غير مسبوقة. وكثفت الحكومات جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من الرقائق والتي تستخدم حاليا لتشغيل كل شيء تقريبا، من السيارات إلى الإلكترونيات إلى أجهزة الذكاء الاصطناعي، في حين تتنافس الشركات في جميع أنحاء العالم لتكون جزءا من هذا القطاع الذي ينمو بقوة. الأمن القومي هو القوة الدافعة وراء بناء سلاسل التوريد المحلية، إذ يمثل الاعتماد على الصين في الحصول على الرقائق وقطع الغيار والمواد مصدر قلق بين المشرعين الأمريكيين. ولمكافحة تعطل الإمدادات، عكفت واشنطن على دعم تلك الصناعة بنحو $53 مليار، بينما كشفت كوريا الجنوبية عن حزمة دعم بقيمة $19 مليار، وجمعت الصين حوالي $48 مليار في الدفعة الثالثة والأكبر حتى الآن لصندوق وطني لأشبه الموصلات. وقد خصصت اليابان والاتحاد الأوروبي المليارات من الدعم الحكومي. دراسة أجرتها مجموعة بوستل الاستشارية أشارت إلى أن حصة الولايات المتحدة من القدرة العالمية على إنتاج الرقائق قد تصل إلى 14% في عام 2032 من 10% في عام 2022 في ظل جهودها المضنية لتحفيز القطاع. عبر سكايب للمزيد ينضم إلينا من بكين نادر رونغ الكاتب الصحفي. سيد نادر برحب بحضرتك على شاشة أكسترا نيوز في القاهرة. الصناعة باتت هي المحور الرئيسي في الساحة العالمية المتعلقة بالصناعات، الولايات المتحدة، الصين، اليابان، ما إلى آخره. كيف تنظرون إلى هذه الصناعة بداية؟ أهلا ومرحبا بكم. هذه الصناعة هي الصناعة الأساسية، يعني التكنولوجيا المتقدمة،
وأيضا تشهد على يشهد على العالم الآن الثورة الصناعية الرابعة يمكن أن نقول، ومحورها هو يتمثل في الذكاء الاصطناعي وكذلك أجهزة الاتصالات المتقدمة وكذلك حتى السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، كلها تعتمد على الرقائق الإلكترونية صناعة أشباه المواصلات. لذلك نقول هذه الصناعة مهمة جدا، هي الصناعة المستقبلية وكذلك تحمل أهمية كبرى للتنمية الوطنية الاستراتيجية لدى كل دولة. فيمكن أن نقول من تقدم في هذا المجال فيمكن أن تكون رائدة للمستقبل أو للثورة، يمكن أن تقود الثورة الصناعية الرابعة وتتقدم بشكل أكبر مقارنة مع باقي الدول. طيب سيد نادر، نحن نتحدث عن صناعة تشكل عصب حياة في هذا العالم المعاصر، من المتوقع أن يتم ضخ المزيد من الأموال حتى لو اتكلمنا فيما حققته هذه الصناعة في 2023، بنتحدث عن 600 مليار دولار، من المتوقع أن يتضاعف لربما هذا المبلغ، لأنه الأموال اللي سيتم ضخها هتفيد بشكل أو بآخر في إعادة تشكيل المشهد المتعلق بهذه الصناعات. إلى أي مدى الاستثمار وضخ مزيد من الأموال مهم في هذه الصناعة تحديدا في هذا التوقيت؟ نعم، يمكن أن نرى الصين مثلا، الصين قد كذلك وضعت الاستثمارات بقدر 340 تقريبا 40 مليار يوان صيني في من اجل لصندوق من اجل تطوير في هذا المجال في هذه الصناعه، ولان التطوير والابتكارات التكنولوجيا مهمه جدا، لان هذه الصناعه هي صناعه ذات التكنولوجيا العاليه ومتقدمه ومعقده، وكذلك هي بالنسبة إلى الصين، فالصين قد تفوقت في الذكاء الاصطناعي وكذلك السيارات الكهربائية وغيرها، ولكن في هذا المجال إنتاج المواصلات هي المجال الذي تحتاج الصين إلى تحتاج الصين أكثر لتدبيرها. وهذه الاستثمارات يمكن ضمان التقدم في البحوثات والإنتاج وكذلك ابتكار في هذا المجال. طيب، ضمان تقدمها. هل في أرقام الصين بتستهدف تحقيقها؟ إذا عملنا مقارنة بسيطة بين أرقام الولايات المتحدة، إجمالي الطلب بيمثل قرابة 25% تصنيع الولايات المتحدة في أشباه المواصلات، والرقائق لا يتجاوز 12%. هل الصين بتستهدف أرقام بعينها الوصول لها؟ هل في خطة تم وضعها فيما يتعلق بهذه الصناعة يا فندم؟ طبعا الصين هي تعتبر أكبر سوق للمنتجات الأشباه المواصلات والرقائق، وهي هدفها أولا هو سداد الطلب الداخلي وكذلك تصدير المنتجات في هذه الصناعة إلى الخارج. فحاليا هو لأن هناك عدم توازن، وحاليا الصين لم تشكل نسبة كبيرة لإمداد في هذه الصناعة، لذلك الصين تريد أن تكون أيضا المنتجة وكذلك منتجة رئيسية لهذه المنتجات لتقديم الإمدادات للسوق العالمية ليس محلية فحسب، العالمية كذلك. نعم، أنا بشكر حضرتك في الحقيقة جزيل الشكر من بكين عبر سكايب مباشرة السيد نادر رونغ الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة. شكرا لك. أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية شراء 3 ملايين برميل من النفط الخام لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي.
ضمن التزام الحكومة بحماية وتجديد أصول الطاقة، أوضحت الوزارة أن الشراء بلغ 38 مليونا و600 ألف برميل من النفط الاحتياطي الاستراتيجي بمتوسط سعر تجاوز 77 دولار للبرميل. تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط تقييم اتفاق أوبك بلس على تمديد خفض الإنتاج في مواجهة المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي. انخفضت أسعار العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 0.7% لتصل إلى 77 دولارا و78 سنتا للبرميل، كما هبطت أسعار العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي بمقدار 0.9 لتصل إلى 73 دولارا و56 سنتا للبرميل. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لختام هذه التغطية، أشكر لكم طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.